النمسا تعلن انتهاء اعتمادها على الغاز الروسي. البرلمان يتلقى طلب رفع الحصانة عن زعيم حزب الحرية بعد شهادة كاذبة. استمرار المحادثات الثلاثية بين أحزاب الشعب والاشتراك والنيوز. صندوق التأمين الصحي يتوقع عجزا ب 800 مليون يورو في 2024. النمسا تسجل أكثر من 105 ألف مهاجر في عام 2023. وتضاعف حالات الاعتداء على العاملين في رعاية الأطفال والشباب في فيينا. وأخيراً النمسا ترفع إعانات الأسرة بنسبة 4.6% اعتباراً من 2025. مشاهدينا الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. إلى التفاصيل، أعلنت الهيئة المنظمة للكهرباء والغاز في فيينا إي كنترول توقف اعتماد النمسا على الغاز الروسي بعدما كانت تستورد 80% من احتياجاتها من روسيا. وأكد ألفونس هابر رئيس إي كنترول أن مستويات التخزين المرتفعة التي تتجاوز 90% إلى جانب إمدادات الغاز الطبيعي المسال عبر ألمانيا وإيطاليا ستضمن استقرار الإمدادات خلال الشتاء الحالي والمقبل. وحصلت شركة أوينفاو على 230 مليون يورو في نزاع مع شركة غاز بروم الروسية، مع خطط لتسوية المبلغ عبر تعويضه بإمدادات غاز مستقبلية. وقد أقرت أوينفاو بإمكانية توقف الإمدادات الروسية بالكامل. طلبت النيابة العامة لمكافحة الفساد في النمسا من البرلمان رفع الحصانة عن زعيم حزب الحرية هيربرت كيكل إثر شبهات تتعلق بتقديمه شهادات زائفة أمام لجنة التحقيق البرلمانية بشأن إساءة استخدام السلطة. وأكد مكتب رئيس المجلس الوطني فالتر روزنغرانس تلقي الطلب في 6 نوفمبر استنادا إلى شكوى قدمها النائب السابق أندرياس هانغر، وتتعلق الشبهات بعلاقة كيكل بشركة إعلانات وتعاملاته المالية خلال فترة عمله كوزير للداخلية. ومن المتوقع أن تحيل لجنة الحصانة الطلب للبرلمان للبت فيه، فيما اعتبر حزب الحرية التحقيق مناورة سياسية، مؤكدا نزاهة تصريحات كيكل ورفضه رفع الحصانة. واصلت أحزاب الشعب والاشتراك والنيوز محادثاتها الاستكشافية بصيغة ثلاثية يوم الخميس في قصر بالاس إيبشتاين بفيينا. ووصف كارني هاما لقاءات بالبناءة، بينما أشار أندرياس بابلر إلى وجود أساس مشترك رغم التأكيد على ضرورة تجاوز الخلافات لتحقيق تقدم. وأعربت بياتا ماينلن رايزينجر عن ارتياحها للتفاهم المشترك مع التركيز على إيجاد حلول سريعة. واتفق على عقد لقاءات إضافية بصيغة أصغر خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع توقع جولة موسعة من يوم الاثنين. توقع صندوق التأمين الصحي النمساوي عجزا ماليا يصل إلى 800 مليون يورو لعام 2024 بناء على توقعاته المالية ربع السنوية. ويبين الصندوق أن ميزانيته البالغة 20.2 مليار يورو ستسجل صافي خسائر بقيمة 481 مليون يورو نتيجة ركود اقتصادي أدى إلى استقرار التوظيف وتباطؤ نمو مساهمات التأمين الصحي. وأشار رئيس الصندوق أندرياس هوس إلى زيادة كبيرة في زيارات المرضى للأطباء خاصة بين كبار السن، كما أوضح أن اندماج صناديق التأمين الصحي قد يؤدي إلى سحب 1.7 مليار يورو من أموال المساهمين بحلول 2028. سجلت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصول 6,500,000 مهاجر إلى دولها الأعضاء في عام 2023، في أعلى معدل للهجرة المسجلة حتى الآن. وأفاد التقرير بأن توظيف المهاجرين بلغ مستويات قياسية، مع تحقيق نسبة عمالة بلغت 71.8% وانخفاض البطالة بينهم إلى 7.3%، واستقبلت النمسا أكثر من 105 ألف مهاجر، فيما انخفضت طلبات اللجوء إلى 55,630 طلب، وكان معظمها من سوريا وأفغانستان وتركيا. وأشار التقرير
إلى أن المهاجرين يسدون فجوات في سوق العمل الناتجة عن شيخوخة السكان، داعيا إلى سياسات متوازنة تستجيب للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء. أعلنت إدارة رعاية الأطفال والشباب في فيينا ماجستيرات 11 عن تضاعف حالات الاعتداء على العاملين في الرعاية التربوية للأطفال والشباب بين عامي 2022 و2023، حيث ارتفعت من 20 إلى 54 حالة، وسجلت 55 حالة حتى الآن في عام 2024. وأوضحت المتحدثة باسم الإدارة إنجريد بوشمان أن الزيادة تعود لتوجيهات جديدة أصدرت في عام 2023 لتعزيز الإبلاغ عن الاعتداءات، وشملت الحالات اعتداءات بدنية طفيفة وأحيانا تصعيدات خطيرة أسفرت عن نقل 3 عاملين إلى المستشفى خلال العامين الماضيين. وللتعامل مع الوضع تعتمد الإدارة دورات تدريبية وإشرافا نفسيا مع إمكانية تدخل الشرطة أو نقل الموظفين عند الضرورة. رفعت وزارة الأسرة في النمسا إعانات الأسر بنسبة 4.6% اعتبارا من عام 2025 لمواكبة معدلات التضخم، وتشمل الزيادة إعانات الأسرة، علاوة الأطفال المتعددة، خصم الأطفال، بدل رعاية الأطفال، مكافأة وقت الأسرة، ومخصصات بدء العام الدراسي. وسيراجع الحد الأقصى للدخل المؤهل للحصول على الإعانات مطلع العام المقبل ليصل إلى 17212 يورو بدلا من 16455 يورو. وصرحت وزيرة الأسرة سوزانا راب أن هذه الزيادة ستخفف الأعباء عن 1.2 مليون أسرة وقرابة 2 مليون طفل، حيث يمكن للأسرة مكونة من طفلين الحصول على 1400 يورو إضافية سنويا. وتم تحديد النسبة بناء على متوسط التضخم في أغسطس 2023 ويوليو 2024. كانت هذه نشاطنا لهذا اليوم، ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، أمسية سعيدة ونهاية أسبوع سعيدة، وإلى اللقاء.